في حلقة هذا المساء اخترنا بإذن الله الحديث عن معدن الكروم. معدن الكروم يحتاجه الجسم بكميات ضئيلة، وله دور أساسي في تمرير الأنسولين إلى داخل الخلية، لذلك فهو مفيد لمرضى السكري. أما وظائف الكروم فهو يلعب دورا هاما في نمو العظام والحفاظ على الأنسجة، ويساعد الجسم على إنتاج الجليكوز وينظم مستواه في الدم، كما يساعد في تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم. أما إذا نقص الكروم يؤدي إلى زيادة معدن الكوليسترول، مما يزيد في نسبة الإصابة بأمراض القلب. أما مصادره فهو يتواجد في المحارات البحرية ولحم البقر، خاصة في الكبد، البطاطس، ثمار البحر، ومنتجات الحبوب الكاملة، خاصة في القمح ونخالته. سنتعرف على خصائص معدن الكروم رفقة فضيلة الدكتور محمد الفيد، الخبير والمتخصص في علم التغذية. وقبل ذلك أذكركم بصفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، يكفي أن تكتبوا نخل رمان إيميسيون، وذلك لطرح أسئلتكم. دكتور، أنا سؤالي شامل وروتيني، ما هو معدن الكروم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي، هذه المعادن لا يتكلم عنها الناس بكثرة، فكل النصائح تقريبا تكاد تتركز حول الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد على الخصوص. أهم المعادن الأخرى التي تدخل في لائحة الإسانشيال مايكرونوترينتس، يعني هذه المواد الأساسية التي لا يحتاج منها الجسم يعني إلا قدر ضئيل، رغم أن الآن هذا المعدن كروميوم الفرنسية كروم، هذا المعدن الآن أصبح يباع على شكل أقراص، وهو يعني من جملة المكملات الغذائية وما إلى ذلك. وهذا نعم في بعض المجتمعات التي لا تأكل نبات، فطبعا معدن الكروميوم يكون ناقص، وليس أي نبات، يعني نباتات يعني عريقة، ليست هذه النباتات الحديثة. فكما تفضلت في المقدمة، هذه اللائحة التي جئت بها هي لائحة صحيحة، وهي لائحة موجودة على الشبكة العنكبوتية، ولكن ليست اللائحة التي توافق المغرب. أكيد، فهناك مواد في المغرب أقوى من البطاطس وأقوى من لحم البقر وأقوى من هذه الأشياء التي نجد، والإسبانخ والبروكولي وما إلى ذلك، لأننا نجد في القائمة الكروميوم مثلا في الشبكة العنكبوتية البروكولي. نعم، المغرب لا يأكلون البروكولي، والبروكولي موسم ولا يكون إلا لمدة شهر، وأن الناس أكثر نصائح على البروكولي يعني، وأن السكوم، هذا السكوم الأسباراغوس أو الأسبرج، هذا السكوم هو يعني 5 أضعاف و7 أضعاف أقوى من البروكولي وأحسن من البروكولي، ولكن لا يحظى هذا السكوم، لا يحظى بهذه النصائح. فمعدن الكروميوم له دور يكاد يكون دور وحيد، ولكنه أساسي، يعني مفتاح الفيزيولوجيا السكري. فمعدن الكروميوم يسهل ويحفز يعني عمل الأنسولين على مستوى الخلايا. ولماذا؟ لأن هذا الكروميوم هو يرتبط بجزيئة أو بروتينة، هي ليست بروتينة، هي بيبتيد، لأن تتركب من حمضيات أمينية، 3 أو 4 حمضيات أمينية، فهي ليست بروتينة، رغم أن يعني في المراجع ستجد الناس يجدون بروتينة، الناس يتكلمون عن بروتين، وحد يعني هي لاو موليكولار ويت كرام بروتين، هذه لاو موليكولار يعني ويت، يعني أن الوزن، هذه نحن نعرف الجزيئات الكبيرة والبسيطة بالوزن هذا. فهذه البروتينة يرتبط بها الكروم، ثم المنطقة التي تكون فيها استقبال الأنسولين الخلايا يكون بجانبها، يكون يعني بجوار هذه المنطقة، فهو يسهل هذه الأنسولين. المشكل كاين أصحاب السكري، كاين هناك من ينتج الأنسولين ولكنها لا تصل إلى الخلايا، سبحان الله، يكون إما إنهيبيشن أو ريزيستنس، يعني أنسولين ريزيستنس، يعني يكون عنده واحد مقاومة الأنسولين لا تصل إلى الخلايا. وهذه ها يعني الآن أصبح هذا الأمر يعني كبير وكثير جدا، ونلاحظه عند أصحاب السكري. لماذا انتبه العلماء إلى هذا المعدن؟ فهناك تجارب أجريت على عينة كبيرة هذه يعني من الأشخاص، فكل الذين كان لديهم نقص في معدن الكروميوم كان عندهم السكر طالع في الدم.
حتى ولو كانوا حتى ولو لم يكن مصابين بالسكري، يعني ناس عاديين لما يكون الكروميوم منخفض يرتفع السكر في الدم. وهناك أشخاص ليس لديهم سكري وحالات لا يقدر الآن حتى التشخيص بعض الأطباء الآن، يعني رغم أنهم يعلمون عبر التحليل أن الشخص ليس مصاب بالسكري ومع ذلك فهو عنده يعني السكر، تركيز السكر مرتفع بالدم. فهذه الحالات هي تعزى لمثل هذه إما حالات نفسية قليلة جدا وضائلة، ثم تعزى كذلك لهذه الحالة نقص الكروميوم هو كيخلي السكر كي يرتفع في الدم بدون أن يكون الشخص مصاب يعني بسرطان. الذي يرتفع عنده السكر ونقص في الكروم يعني هل يصاب يعني بمضاعفة السكر؟ نعم أكيد، غادي يكون عنده ضعف شديد في الجسم، لا يقدر على العمل، غادي يكون تقريبا نفس الأعراض التي تظهر على أصحاب السكر. لماذا؟ لأن السكر الجلوكوز هو العملة الوحيدة التي يتم التبادل بها عبر الخلايا. نعم. خلايا لا تعرف أي سكر آخر، تعرف الجلوكوز، لأن كل السكريات تستقلب وتحول إلى جلوكوز. نعم. ثم تقبل على مستوى الخلايا، على خلايا الدماغ وعلى خلايا الدم وعلى الخلايا الأخرى، يعني وعلى مستوى الميتوكونتريات يتم هذه الاستقلاب كي تستخرج الطاقة، لأن ما يهم في الأخير هو استخراج الطاقة، يعني الـ ATP هذه الأدينوزين تريفوسفات. فهذا الكروميوم هو يسهل هذه العملية، يسهل استقلاب الجلوكوز أو استقلاب السكريات واستخراج الطاقة من هذه السكريات. ثم إذا لاحظتي أن الحلقات اللي يعني تم نعم. تكلمنا على الزنك وتكلمنا على الحديد لأن يعني أعراض هذه المعادن هي تعطي ضعف شديد يعني وانهيار جسم ينهار يعني نعم. لماذا؟ لأنها ترتبط باستقلاب السكريات وباستخراج الطاقة من الكربوهيدرات. واستخراج الطاقة طبعا هو الجسم يعمل بالطاقة يعني فهذا من جهة. من جهة أخرى أن لماذا نقول مفتاح؟ لأن هي دور تقريبا يكاد يكون وحيد حول يعني هذا ضبط السكر بالدم، يعني هي وكذلك ضبط بعض الحوادث الأخرى التي يعني تتبع السكري. وهنا فين يعني فين غادي هذا كتسمى عليه مراقبه او تسويه او كنترول، يعني بلود شوغر كنترول. هذا الكروميوم الاشخاص اللي عندهم سكري اللي مشخصين السكري النظام الغذائي يجب ان يكون فيه كروميوم. أين يوجد الكروميوم؟ يوجد في الأغذية المغربية، وطبعا إذا كان الناس يتغذون على نظام مغربي لا يحتاجون لشراء هذه المكملات، لا الكروميوم ولا الفيتامينات ولا أي شيء. لماذا؟ لأن المصدر الأساسي والرئيسي والجيد للكروميوم هو الشعير والشوفان. جيد. وهناك مصدر آخر هو صفار البيض البلدي. جيد. والسمك مصدر للكروميوم، الجوز هذا القرقع، السمسم، حبوب الكتان، ثم الخضر الخضراء الموسمية يعني فصل الربيع مثل البسيل الجلبان الخضراء طرية، وكذلك بعض أنواع القرعيات هذه، ويوجد كذلك في بعض أنواع يعني حتى هذه الفطريات مثل فطر الكمأة، ويوجد في بذور القرعيات ويوجد. لكن يبقى الكروميوم عندنا في علم التغذية هو يرتبط بالحبوب النشوية، يوجد في الفاصوليا اللوبيا. فمثلا هناك عادة غذائية بريطانية، البريطانيين يفطرون على الفاصوليا، يعني هذا صحن كبير من الفاصوليا. لماذا؟ لأن الفاصوليا فيها معادن قوية مثل البوتاسيوم والكروميوم. يعني هذه، ثم فيها بروتينات وفيها فيتوستروجينات وألياف متخمرة، فهي أحسن شيء ممكن يتناوله الشخص. يعني هناك عادة مغربية كذلك أن الإفطار على الفول، هذه نسميها باللغة الدارجة البصرة، الإفطار على الفول كذلك، لأن في الصباح إذا تناول الشخص صحن من هذه القطنية هذا الفول فهو يحصل على بروتينات ألياف متخمرة، ثم المعادن مثل الموليبدينيوم والموليبدين، هذا معدن الموليبدينيوم ومعدن الكروميوم ومعدن الزنك، هذه معادن تدخل في الإسانشيال، هذه معادن قوية جدا لأنها تحفز الفيزيولوجيا الجسم، هي تحفز أنزيمات داخل الجسم حال الكروميوم مثلا يحفز مشكل الأنسولين، يساعد الأنسولين ويضبط السكر بالدم، ثم الكروميوم يحفز هذه السلفيتات أوكسيدايز، يعني يخرج الكبريت من الجسم على مستوى الكبد، يعني هذا الأوكسيداتيف ستريس على مستوى الكبد، ثم الزنك
فهو يحفز أنزيمات أخرى منها استقلابات على مستوى المواد البروتينية والمواد كذلك السكرية. نعم. هذا الزنك ويدخل في تركيب العظام، والزنك كذلك له علاقة يعني بالعظام مع الفوسفور والكالسيوم والحديد وبعض أثار معادن أخرى طبعا، يعني لأن العظام تتبقى بروتينات، يعني قليل من يعلم أن العظام هي بروتينات، هي أولا بروتينات فيها أملاح معدنية. سبحان الله. لازلنا نؤكد هذا النظام النباتي أن هذه المعادن لا ترتبط بالحيوان، الكروميوم لا يرتبط بالحيوان، يعني ولو أننا ذكرنا السمك وصفار البيض البلدي. نعم. هذه يعني بروتينات راقية طبعا. ثم لا ننصح يعني اللحوم، لأن أي شخص يمكن أن يتكلم عن اللحوم كمصدر لهذه الأشياء، ولكن اللحوم يشوبها الكوليسترول والدسم المشبع، ولذلك لا نتكلم عنها، يعني هي مادة انفرادية ومادة يعني ممكن أن يتناولها الشخص، ليست اعتيادية، ممكن أن يتناولها لما يكون معزوم ولا الضيوف ولا حاجة ولا مرة في الشهر. نعم، ولكن ليس، نحن نتكلم عن المواد التي يعيش عليها الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى يعيش على نظام متكامل، والنظام النباتي الآن هو تأكد على أنه نظام متكامل، شرط أن يكون فيه تنويع. نعم. لا يمكن شخص أن يعيش على مادة واحدة، لكن نلاحظ على أن حتى رمز العيش للإنسان هو يقترن بالخبز. أكيد. كلمة خبز تعني رمز العيش، ولا يسأل الناس عن أشياء أخرى لما لا يكون خبز، ولو تناولوا جميع المواد التي خلق الله، لكن يبقى في ذهن الشخص ويبقى في سيكولوجيته أن نعم. هناك شيء ناقص. نعم. لازم الخبز يكون يعني في التغذية. فهذه الشعير والشوفان كذلك شيء قليل يعني في القمح، ولا مع الأسف الشديد نحن نتكلم عن الشعير، لماذا؟ لأن الذرة، هذه الذرة البلدية في المغرب، هي الذرة هي المصدر القوي لمعدن الكروميوم. نعم. الذرة البلدية اللي كنا المزقور، هذه اللي كنا كنعرفوها في 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 المغرب، كانت ذرة بورية، ما كتعطيش يعني من تقريبا مردودية كبيرة، ولكن كانت ذرة بورية كيزرعوها الناس في شهر فبراير، ثم كيجنيوها يعني هذا يجمعوا المحصول تقريبا في شهر اخر شهر 6 شهر 7. وهي هذه الذرة البلدية كان الناس يتناولونها خصوصا الاطفال الصغار، وكان يعني هذه الذرة كانت عامل اساسي لتجنب ظهور السكري عند الاطفال، لأن الأطفال كانوا كياكلوا خبز الذرة. نعم. وكان يعني هذه الكسكس يعني المذاق ديالها حلو مبدس. نعم. وكان كذلك السيكوك الذرة، وكانت أشياء كثيرة. فمع الأسف حتى هذا الخبز اللي نسميه في المغرب الحرشة، ما كان معروف أن المحراش أو الحرشة يهيئونها الناس من سميد القمح، ما كان معروف في المغرب، يعني هذا كذب على العادات الغذائية. نعم. عاداتنا الغذائية كان معروف أن الحرشة هي كانت من الذرة، تقتصر على الذرة، يعني خبز الذرة هو اللي كان معروف بالحرشة أو المحراشة، يعني اللي كنا كنعرفوه باللغة الدارجة محراش. نعم. كل الناس كيعرفوا ما هو المحراش، وكان يخمر، يعني الذرة كانت تخمر، كان يضيف لها قليل من القمح ثم تخمر، وكان خبز جيد مع الأسف، وكان هي الأحسن تغذية بالنسبة للطفل. نعم. لماذا؟ لأن الذرة فيها بروتين زين، وفيها الليتين، وفيها الكروميوم، هذا معدن الكروميوم والزنك والحديد، فيها كذلك حديد ومعادن أخرى مثل البوتاسيوم والفوسفور. نعم. عليهم فيتامينات اللي كتبقى فيتامين ب، فيتامين ب هو الفيتامين الموجود يعني في الحبوب، يعني الذي وكان تكتشف هذا الفيتامين ب على ظهور مرض بيريبيري يعني. نعم. في الرز، يعني اللي كانوا لاحظوا على أن الأشخاص اللي كياكلوا الرز بدون غلاف أو بدون قشرة كانوا يصابون بهذا المرض، لأن كان القشرة هي التي تحتوي على هذه الفيتامينات، مثل نخالة القمح هي التي تحتوي على الفيتامينات، والذرة ليست فيها نخالة. الذرة عندها قشرة بسيطة، كانوا الناس غير ينفخوا عليها، كانوا ينفخونها، الدقيق ما كانش كيتغربل، كانوا ينفخونها. ثم مع الأسف هذه العادات هي التي ضيعت لنا. لازلنا نؤكد على هذا النظام النباتي. وأصحاب السكر ضروري من نظام الشعير، ضروري النبات يعني في تغذية المصابين بالسكري، الشعير ضروري الأشخاص اللي عندهم واحد نقص في الاستقلاب، يعني قوة الشخص من اللي كيكون شخص يحس بعياء ولا يقدر على العمل، فالشعير ضروري. لماذا؟ لأن فيه كالسيوم، ليس فيه كالسيوم وزنك وكذلك الكروميوم، هذو كلها معادن، كلها معادن تحفز الاستقلابات أو استخراج الطاقة من الكربوهيدرات ومن المواد البروتينية. هذا النظام الآن بعد نصف قرن من الخطأ،
العلمي. يعني اتبعناها خطأ علمي فادح، لأن العلوم أخطأت في كثير من الأشياء، ونحن الآن نصحح. يعني لما نتكلم عن اللحوم ليست مادة أساسية غذائية أساسية، فهل يقبل الناس هذا التصحيح؟ لا يقبلنا، وهذا تصحيح خطير جدا. النظام الغذائي للإنسان صححناه بقلم أحمر، وأول وأكبر خطأ وأفدع خطأ هو تناول اللحوم يوميا. نعم. واعتماد اللحوم كمادة أساسية. المشكلة هو العادة، تعودوا. نعم. ثم هناك أشخاص عاكسونا في أن الحليب مادة غذائية جيدة، إن وجدت ممكن الشخص يتناولها وتكون مادة طبيعية من أبقار تسرح، أبقار مسروحة. ثم لم يقل منع علي الطبيب الحليب، ولكن بماذا أعوضه؟ فتعوضه بالنشويات وبما خلق الله جميع المأوال. لماذا تعوضه؟ تعوض شيء أساسي لا يقدر عليه الجسم. نعم. تعوض حمضيات أمينية مثل اللايزين، تعوض مثلا أملاح معدنية، ولكن أنك تعوض الحليب، فالحليب كل الطعام الذي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض هو يعوض بعضها. يعني لا يحتاج الناس، يعني الحليب منذ أن يتم الفطام لكي تفطم الولد، فمن من 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 ذاك الوقت فلا يحتاج الإنسان الحليب إلا أن يكون مادة غذائية عادية من جملة المواد الغذائية. يعني نعم ليس ضروري. نعم يعني نعم. الكلمة ضروري هنا كلمة ضرورية، كلمة مفتاح. هذا النظام هو جاء في القرآن، وإذا تصفحنا جميع الآيات التي تتكلم عن التغذية، نعم، لا نجد فيها لحوم ولا نجد الألبان إلا في آية واحدة في سورة النحل. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني الأنعام هنا الله سبحانه يتكلم عن حليب الأنعام وليس حليب البقر، عن حليب الضأن وحليب الماعز وحليب الإبل وحليب الجاموس وحليب الفرس. فحليب الفرس ليس حرام في الديانة الإسلامية. نعم. حليب الفرس كذلك يشرب. في البلقان، يعني في دول الاتحاد السوفيتي، يصنعون منه لبن أو شيء متخمر يسمى الكوميس. نعم. وهذا الكوميس يحضر من لبن الخيل، وهو أرقى يعني منتوج، وليس الكفير. نعم. هو الكفير أدنى منتوج يعني من الألبان. نعم. والبل البلدي أحسن من الكفير، هذا للناس بدأوا يتعاطوا له. ولكن مع الأسف أنا أقول أن هذه النصائح أصبحت صح. النظام الغذائي للإنسان لازلنا نؤكد. نعم. ولماذا نتكلم عن هذه الأملاح؟ نتكلم عنها لأنها لا يغفل عنها الناس، ولكنها قوية جدا، لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية. والسكري الآن مشكلة السكري، الناس ما شاء الله كل اللي عنده الأنسولين، كل اللي يأخذ الأنسولين جرعات في 40 و45 كيبقى المستوى مرتين في اليوم، كيبقى مستوى السكر مرتفع. نعم عنده سكر مرتفع وكيبقى الكوليسترول مرتفع. هنا هذا كيبين لنا على أن ليس الأنسولين هي المهم، وإنما عناصر أخرى لتعمل مع الأنسولين. هذا الشخص ولو أخذ جرعة فيها 60، إذا كان عنده أنسولين ريزيستانس هذا ما غاديش يتنفع هذا الأنسولين. ولا إذا كان عنده إنيبيشن هذه الأنسولين لا تصل إلى الخلايا، فهو ولو أخذ جرعة. لأن دكتور العديد من الناس كي راسلوني وكيطرحوا سؤال عليك بأن نحن نتبع نظام الدكتور محمد الفيد يعني نباتي. نعم. خالي من اللحوم، ولكن يبقى السكر مرتفع والكوليسترول مرتفع، لماذا؟ لا هناك خلل، لأن هذا الناس هذو كي يظنون أنهم يتناولوا أنهم عندهم نظام جيد. نعم. ولكن بعض المرات إذا كان غير طبخ في الألمنيوم، هذا الناس وخايش يشتروا مواد طبيعية جيدة ويجيبوها للديور ديالهم، ولو يطبخوا بزيت الزيتون، ولو النظام يكون نباتي، فإذا كانوا يطبخون في أواني الألمنيوم، إذا كان عندهم بلاستيك في المنزل، وإذا كان عندهم بعض المرات جودة المياه ما كتكونش مياه، حتى مياه الصنبور، ربما نقص هذا المعدن الكروم. هذا من جهة أخرى أن هذا الناس هذو يأكلون في كل وقت. نعم. ربما هذا الناس هذو يكون عندهم واحد شيء بسيط ما كينتبهوش ليه، واحد مثلا كيكة في المساء ولا أشياء بسيطة، تقول لك لا كي والو ولا حاجة. لا، ولا هذه السيدة هذه ولو كان لكانت تتغذى بنظام نباتي كما تكلمنا عليه، من المستحيل أن يكون عندها مشكل. نعم. ولكنها لا تنتبه، لأن ربما إذا كان تمضغ شوية هذه العلكة. نعم. إذا كان تمضغ العلكة فهي كافية بأن هذا النظام ولو كان نباتي لا يفيدها في شيء. نعم. لأن الكوليسترول الآن ليس من اللحوم، بس الناس يعرفوا هذه القضية دي. الكوليسترول ليس من اللحوم، هو الكوليسترول تأكسد داخلي، أن الكوليسترول الخبيث يتأكسد إلى الكوليسترول الحميد يتأكسد إلى الكوليسترول الخبيث. هو مرض فيزيولوجي الكوليسترول، وليس من تناول الكوليسترول الخارجي يعني. نعم. في التغذية. نعم. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى أن الآن المضادات للأكسدة هي التي تخفض الكوليسترول. نعم. وليس الكف عن تناول اللحوم أو أي نظام آخر. نعم. الألياف الخشبية، نعم، النخالة
والفواكه، كثرة الفواكه والنخلاء يعني مش النخلاء، على الحبوب الكاملة مثل الشوفان، نعم، الشعير، نعم، هذه الأشياء هذه، نعم، وطبخ بزيت الزيتون، نعم، وعدم الأكل في الليل وعدم الأكل في كل في في, في, في أي وقت، نعم. ثم يعني هذه ثم لازم ما يكونوش بيروكسيدات وميلانويدات الحلويات، لازم ما يكونش هذه الأشياء، نعم، نعم. لأن الكوليسترول الآن مفاعلة تأكسدية داخل الجسم، لأن تأكسد الكوليسترول الحميد، لأن خصو يبقى HDL، وملي كيعملوا التحليل كيلقاو دائما الناس HDL ناقصة، أما كيمشيو غير LDL طالعة، ولكن خصهم يشوفوا ال HDL واش هابطة ولا لا، يعني طبعا إذا كانت ال HDL ناقصة هي ناقصة على حساب ال LDL اللي غادا تطلع في التحليلة. هذا من جهة أخرى كاين الحركة، أن الناس ما كيتحركوش، خصوصا النساء ما كيتحركوش، يعني ماشي تعمل رياضة ولا تعمل المرأة خاصة تعرق، خاصة تتحرك حتى تعرق، يعني إذا كان تقوم بعمل منزل جيد، نعم، وإذا كان تتحرك خاصة تتحرك يوميا وبانتظام، وخاصة هذه المسائل، ولكن نعم، من المستحيل طويلة. من المستحيل أن يكون نظام نباتي ويكون الناس عندهم كوليسترول، من المستحيل، أنا أقول من المستحيل، نعم، وأن نظام الإنسان ونظام نباتي الله سبحانه وتعالى ارتضى للإنسان نظام نباتي، نعم، وأن رمز الله سبحانه وتعالى بالشجرة، نعم، يعني كلمة شجرة ليست حيوان، الناس كيعرفوا، نعم، هذه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، يعني هذه سورة البقرة، يعني ثم في سورة عباس الله سبحانه وتعالى، يعني هنا القرآن المكي قوي، لأن قرآن الاتعاد، ويعني قرآن تدبر وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ليس قرآن الأحكام، نعم، قرآن المكي، قرآن قوي، يعني ثقيل وقوي جدا، يعني هذا في سورة عباس، نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، الله سبحانه وتعالى كي أمرك، أن لام الأمر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، نعم، يعني هنا يعني بحالة يقول لك لتنظر إلى طعامه، نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يعني نعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا منين جاي هذا الغذاء، نعم، يعني منين جاي من الماء والتربة، نعم، يعني الماء والتربة هذا ما كياكلش، نعم، النبات ما يأكل، لا يأكل، نبات، نعم، أوتوتروف لا يأكل، نعم، يعني داء كنسميه ذات التغذية، نعم، هذه يعني يأخذ أشعة الشمس، هو الطاقة ديال الشمس كتمر إلى الإنسان عبر النبات، نعم، الشمس طاقة الشمس، الإنسان يأخذ طاقة الشمس مباشرة في الجلد، لأن الجلد بدون طاقة الشمس لا يمثل فيتامين دي، نعم، ويأخذها على شكل نبات، يأخذها في النبات، نعم، ولا يأخذها في الحيوان، نعم، يعني فها الله سبحانه وتعالى نصبنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، نعم، الحب هو أصل التغذية، حبا وعنبا وقدبا وزيتونا وخنا وحدائق غلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، نعم، يعني حتى الأنعام تأكل من خشاش الأرض ومن هذا التبن والقش الذي يبقى لما نفصل الحب، ولأن الحيوان كذلك يأخذ طاقة من النبات مثل الإنسان ويخزنها، ثم نأخذها احنا بطريقة يعني غير مباشرة، ولكن نأخذها بطريقة مباشرة من النبات إذا، نعم، أكلنا النبات، كارف. فهذه هذه الأشياء هي مهمة، وشوف الآية ترددت في القرآن، ترددت في آيات في سورة الأنعام، تردد يعني في سورة المؤمنون، ترددت كثير هذه القضية ديال النبات، يعني طعمي في سورة النحل، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون، نعم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، دائما كنلقاو الزرع والحب وكيتبعوهم الفواكه القوية التي تحتوي على مضادات للأكسدة، يصفها الله سبحانه وتعالى بالاسم، ولكن يعمم الفواكه الأخرى في الآية ومن كل الثمرات، هذا تعميم لكل الآيات، يعني القرآن عام، نعم، لكنه يخص دائما الزيتون والعنب والتمر، هذا الشيء يخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر، يعني بالاسم، نعم، يسميه هذه الأشياء، هذا النظام النباتي، لماذا؟ لأن النبات يجمع الأملاح المعدنية، يجمع الفيتامينات، نعم، يجمع الألياف الخشبية، لا توجد عند الحيوان، أكيد، بدون ألياف خشبية لا يعيش الإنسان، يموت، هذه الألياف الخشبية الغذائية، يعني الألياف الغذائية، ثم فيها المضادات للأكسدة لا توجد عند الحيوان، نعم، مضادات الأكسدة توجد في النبات، هذه، ثم الأنزيمات توجد في النبات، نعم، يعني في الأناناس، في البابايا، يعني في اللفت، في القتاء، يعني في الخرشوف، يعني في الهندباء، يعني في هذو الأشياء التي نأكلها طازجة، يعني في الفجل، نعم، هذه كلها أشياء، يعني شوف النبات شنو جمع، جمع قليل من البروتين، ما فيش بروتين النبات، الحبوب فيها 14% حتى 17% هذه النشويات، نعم، القطاني فيه حتى 25%، نعم، كمية كافية للإنسان، وهي الكمية اللي خاصة للإنسان، لا، نعم، زاد الكمية البروتين إلى زادت ما كيبقاش امتصاص الأملاح والفيتامينات، نعم،
خص الناس يعرفوا هذه القضيه. الناس اللي كيكثروا اللحم عندهم انيميا. الحديد له علاقه بالامتصاص، اذا كان هناك امتصاص جيد يعني كيكون المعي دقيق جيد والهضم جيد، اذا كان الامتصاص جيد ما غاديش يكون عندك نقص في الحديد. لا يمكن ان يكون نقص، اذا لم يكن هناك امتصاص عندنا نقص. هذا طبعاً. اكيد دكتور. هنا طبعا سانتقل الى اسئله الفيسبوك التي وردتني عبر صفحه البرنامج. هناك يونس الفاطمي او فاطمي يقول: نعلم ان معدن الكروم يدخل في صناعة الأواني المنزلية المخصصة للطهي وأملاح الكروم في صناعة القارورات الزجاجية بحيث تعطيه اللون الأخضر، هل هذه الأشياء صحية وآمنة؟ هذه ممارسات الناس كيبقاو يخترعوا أشياء، فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش. نعم. علمه كيف يعيش، وهذه الأشياء في الطبيعة يكفي أن نتبع الناموس الكوني، يعني الناموس الكوني، أن الحبوب يأكلها الناس على شكل خبز، فطائر على شكل عيش، على شكل كسكس، ما إلى ذلك. أن القطاني تطهى وتؤكل لوحدها، القطاني لا تتجانس لا مع خبز ولا مع لحم، القطاني تؤكل لوحدها. أن الفواكه الجافة تؤكل مع الفواكه الطرية وتؤكل لوحدها، ليس مع بروتينات الحيوانية. أن الناس يعرفوا يطبخوا الرز، يعرفوا استخرج الإنسان زيت الزيتون من هذه الأشياء. فهذه فربما إن شاء الله اللون عنده أهمية قصوى، ربما نخصه لحلقة أكيد، لأن آيات كثيرة جاءت في القرآن في هذه القضية ديال اختلاف الألوان. نعم. عليا، وهذا اختلاف اللون هو في عند البشر مثلا، حتى الدراسات بينت على أن الأشخاص اللي عندهم لون داكن عندهم مناعة مرتفعة لا يتعرضون للسرطان بكثرة، وأن الأشخاص اللي عندهم لون أبيض يتعرضون بسرعة للسرطان. هذه عليهم تجارب هكذا. اللون الأصفر، هذا اللون الأصفر عنده خصوبة أكثر من اللون الأحمر. سبحان الله. خصوبة اللون الأصفر عليه منطقة الصين هي. نعم. هذه هي اللي فيها اللون تقريبا يرتكز حتى الهند. نعم. هذه هي المنطقة الآسيا يعني هي اللي فيها هذا اللون الأصفر. نعم. اللون الأحمر كان في شوية في أمريكا الشمالية وكان في الدول الإسكندنافية. نعم. كان هذا عليا أوروبا الشمالية كلها تقريبا يعني هذا فيها هذا اللون الأحمر شوية، ما بقاش اللون الأحمر يعني مقاش دابا. نعم. لأنه امتزج بالألوان الأخرى. نعم. ربما نحن نخصص حلقة لهذا اختلاف الألوان. نعم. اختلاف الألوان. نعم. وكاين هناك علاج بالألوان. سبحان الله. علاج بالألوان، أننا كاين زجاجات عندهم لون أخضر أحمر أزرق، وكان هذا الضوء كان يعني نمرر الضوء عبر هذه الزجاجة الملونة باللون اللي بغينا. نعم. الذي نريد، ثم نسلطه على جهة المرض، إما ريماتيزم، إما تورم سرطاني، إما شيء. نعم. إما الكبد، إما الطحال، تكون نتائج جيدة. نعم. في العلاج. نعم، ولكن يجب أن يكون أخصائي، لا يمكن أن يقوم بأي شخص. نعم. يكون يجب أن يكون في المستشفى وتحت المراقبة. لماذا؟ لأن الوقت الذي نسلط فيه الضوء مثل الأشعة تقريبا، يعني الوقت الذي نسلط فيه هذا الضوء، ثم يجب أن يكون هذه قوة هذا الضوء تكون محسوبة قبل وبعد. نعم. ثم يكون في واحد بيت تقريبا مخصص، غرفة معقمة ومخصصة لهذه الأشياء. نعم. فيجب أن يتم مراقبة، لأن الكروموثيرابي هذه معروفة الآن، بدأت بدأوا الأمريكيين يرجعون لها. الكروموثيرابي أصلها عربي بعد. نعم. هذه العلاج بالألوان. نعم. العلاج بالألوان. نعم. أصله عربي، والكي أصله عربي، والحجامة أصله عربي، والتدليك أصله عربي، والطب العشاب أصله عربي، والطب الطبيعي أصله عربي، والجراحة أصله عربي. نعم. علي، كيف ما كان الحال مع الأسف الشديد هذا الفترة، ما احنا ما كنطوروش وما كنرجعوش الفترة ديال العلاجات القديمة، فترة الاستعمار هي اللي رجعت هذه الدول العربية، يعني أخرتها شوية. نعم. علي وعلماء العرب الآن والمغاربة، وهي الحضارة يعني علماء المغاربة هم الذين يعملون الآن في مراكز الحضارات كلها طبعا أتوا بها العرب. علي، وهذه الأشياء هذه جديدة، أنا يعني لأن هناك علماء تكلموا في أمريكا، كاين واحد العالم في أمريكا كتب واحد الكتيب صغير في 1900 أوائل الثمانينات. نعم. كتب فيه الأنزيم ثيرابي، العلاج بالأنزيمات. نعم. فعلي داروا واحد الضجة ضده، أن هذا الشخص سميته لا يعلم شيئا ويبعد. نعم. من الطب وليس له. نعم. هو طبيب. نعم. بعد هذا الشخص هذا طبيب. نعم. هو ماشي طبيب، باحث في العلوم الطبية. نعم. فما أخذوش بالكتاب دياله والأفكار دياله، رفضوها يعني رموها يعني. نعم. هذه ما قبلت واحد. مع الأسف بعد 2000، بعد سنة 2000 يعني حتى 2004 2006 عاد رجعوا الأمريكيين لهذاك الكتيب، عاد لقاو لو كانوا اتبعوا هذاك الشخص اللي كتب هذاك الكتيب في 1980 لكانوا جنبوا أمريكا جميع الأمراض المناعية. سبحان الله. يعني السكليروزيس الآن
السكليروزيس دابا في امريكا، الامراض المناعيه الان في امريكا واحد على جوج، كانوا كيقولوا واحد على واحد على جوج غادي يكون يعني تقريبا نصف السكان. علاش؟ لان الامراض المناعيه ترتبط بالحضاره وترتبط بنمط العيش وترتبط بالفاست فود وترتبط بالمبيدات وترتبط بالتلوث وترتبط يعني بالحاله النفسيه. هذه هي الامراض المناعيه، نقص المضادات للاكسده ونقص وكبح الانزيمات داخل الجسم تساوي امراض مناعيه. اكيد يعني ما فيش يعني اسباب اخرى. دكتور نعود الى يونس فاطمي لانه طرح بزاف ديال الاسئله. كاين سؤال اخر، في حاله تسمم بمعدن الكروم هل من ميكانيزم يستطيع من خلاله الجسم التخلص من الكميه الزائده، وما هي الاغذيه التي تساعد على ذلك؟ نعم، ممكن ان يتخلص الجسم، علينا ان الجسم يتخلص من كل المعادن اكيد بكميات معينه، يعني لو وصلت 2 جرامات ولا 3 الجسم ربما يتخلص من قدر ضئيل، ولكن ستبقى الكميه المسممه يعني الكميه القاتله بعض المرات كنقول هنا ليطال. الكروميوم هو من الملوثات، يعني هو اللي كيدبغوا به الجلود، هو اللي كيستعمل في كثير من يعني صناعات العين، صناعات الجلد، هذا الكروميوم. نعم. واذا كان في المياه العادمه فهو ملوث خطير. نعم. وكنا علي مدينه فاس كنا بدينا نجريو، بدينا كنجريو بعض الابحاث في التسعينيات. ومع الاسف كان بحث راقي جدا ويعني بمستوى عالي جدا. بمستوى لا يوجد حتى في القارات الاخرى الامريكيه والاوروبيه، وكانت تعمل هنا وبدينا نخدمه، ولكن ما لقيناش كما نقولوا العوين الدغه الدارجه. كنا عزلنا بعض الجراثيم في المختبر، خمائر هذه الجراثيم تركز الكروميوم، كتجبدوا من المياه العادمه كتركزوا، ونحرق هذه الخمائر ثم نحصل على الكروم معدني هكذا. ويمكن أن هذا الأسلوب ممكن أن نصفي به أو نعالج به هذه المياه العادمة يعني بسهولة. ولكن عليين كما قلت إلى حد الآن ليس هناك أذان صاغية للباحثين في المغرب. كاين باحثين عندهم ما شاء الله يعني أبحاث جيدة وأبحاث كبيرة وجليلة. كيبقى دكتور يعني اذا نقص الكروم كيف نعرف ان عندنا نقص في الكروم؟ واش اننا نقوم بتحليل؟ لان غالبا الاطباء لا يطلبون هذا التحليل. هذا التحليل الجسم لا يحتاج، يعني الجسم لا يحتاج يعني الكروم بكثره. نعم، ولكن هو مرتبط كما اشرت مرتبط بالناس اللي عندهم كيستعملوا الانسولين وعندهم داء السكري. نعم، الكوليسترول. نعم، يعني هنا ملي كينقص الكروم يوم في الجسم هذا المعدن الكروم، لما يكون نقص يعني واصل لواحد الدرجه يعني خطيره كيكون السكر مرتفع في الدم. نعم. الاشخاص اللي حتى الاشخاص اللي ما عندهمش سكري. نعم. الاشخاص العاديين لما ينخفض الكروميوم في الدم يرتفع السكر، تركيز السكر يرتفع في الدم. يعني كاين نعم، لانه هو كيجي المنطقه اللي كتدخل منها الانسولين، المنطقه على الخليه التي ترتبط فيها اللي كتعمل فيها الانسولين، وهو كيرتبط بهذيك المنطقه اللي كنسميو ريسبتور، كيجي لهاد المنطقه هذه وكيبقى تما. يعني لاو موليكيول، واحد البروتينه هذه اللي قلت لاو موليكيول ويت كروم كروميوم بروتين، هذه كتجي لهذيك المنطقه وهي اللي كتسهل الانسولين والشخص يكون عنده الاستقلاب يعني ماشي يعني 100%. هذه القضيه ديال نقص يعني نقص الكروميوم الان ما كتعطاهش اهميه، هذاك الشيء علاش حنا سجلنا هذه الحلقه هذه، لان ما كتعطاهش اهميه. هو مشكل طبعا. والتحليل المعادن، تحليلات المعادن هي تحليله باهظه، لان هادو الاشخاص المصابين بالمرض التوحدي هما عندهم واحد التحليله اجباريه ديال المعادن السامه، اللي من الزئبق، اللي من اليورانيوم، اللي من الرصاص، من الكوبالت، من هذا الكروم، من الالومنيوم، من المعادن. وكان هاد الاشخاص اللي عندهم المرض التوحدي شنو المشكل ديالهم؟ عندهم معادن مرتفعه في الجسم، يعني الجسم لا يتخلص من هذه السموم، جسم لا يتخلص من السموم. ومع هاد الاشخاص اللي عندهم هاد المرض التوحدي على الاقل الطبخ ديالهم ما يكونش في معادن خطيره، الطبخ ديالهم لازم يكون في الطين 100% في من الطين هذا، ولا هذا الستانلس ستيل الانوكس هذا. نعم. من الاحسن الطبخ ديالهم يكون في معادن لا تلوث التغذيه. طبعا دكتور خاصنا احنا كاملين نطبقوا، وما لازم ياخذوا مواد غذائيه بدون مبيدات. نعم. وبدون سماد كيماوي، ممنوع هاد الاطفال هذو، ممنوع عليهم يعني هذه الخضر والفواكه وحتى الحبوب اللي معمول لها سماد كيماوي. لان السماد الكيماوي كذلك فيه معادن. ثم ممنوع المبيدات، لان جل المبيدات فيهم معادن.
يعني هذا الكادميوم والنحاس ولا هذه فكين كين يعني معادن بكثرة طبعا تسمي من الجسم. هذا من جهة. من جهة أخرى الأشخاص اللي عندهم هذا يعني الأخصوب العلاج كيفية التخلص يجب أن يكون مواد اللي كان ندخلوها احنا في الكلينس يعني غسل الجسم يعني هذه الكلينس ومهاد المواد اللي كترتبط بهذه المعادن وتخرجهم تنسميهم هذول الكيلايتين فاكتورز هذول اللي كيديروا كيلاتاسيون يعني كيلايت اللي كيشدوا هذه المعادن كيخرجوها من الجسم وخاص الانزيمات اللي كتخرج هذه تكون يعني تكون خدامه وهذه المعادن السامه كتمشي للدهون كتركز في الدهون نلاحظ حال مثلا الشخص ملي كيعمل مثلا يتابع واحد النظام حمية ما كان مقيناش نعترفوا بها حمية لا تعني شيء ملي كيعمل واحد النظام ولا يبدأ يغير نمط عيشه باش يتخلص من السمنة كيلاحظ على انك يبدأ يحس بواحد شوية ديال الالام والوخز علاش لان هذيك الشحوم اللي كتبدأ تمشي طبعا كتمشي معها هاد السموم هاد المعادن الثقيلة ولذلك انا اقول لا يمكن للسمنة نقص بدون كلينس بدون غسل الجسم لازم يكون كلينس ثم يكون نظام غذائي ماشي حمية نظام غذائي نباتي مع الحركة يكثروا فيه الأشياء الناس الأشياء الحامضة بحال الفواكه يطحنوها مع الماء ولا حاجة أشياء حامضة لعلاش لأن هذه الأشياء الحامضة هي اللي كتخرج لا تديب جميع الزوائد بما في ذلك حتى الحصى في المرارة والحصى في الكلية تديب الزوائد هذه الأشياء الأورغانيك أسيدز معروفين هذو اللي كاينين في التفاح اللي كاينين في الفواكه الطرية في البرقوق اللي كاينين في الحب الملوك اللي كاينين في هذا هذيك اللي كنسميوه المزاح هذا يعني اللي عندنا عليا الفواكه اللي كاينه في الرمان اللي كاينه في كل شيء الفواكه تقريبا كلها كتعمل كلينس الباباي هذا التين طري كل شيء هذوك داخلين في الكلينس كاين خضر مثلا اوراق خضراء الان الناس واش غيتناولوها الخبيزه نعم. هذا الكروم هذو الامريكيين واضعين القرفه في اللائحه نعم واضعين التوابل مصدر الكروميوم ولكن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبث في هذه الأرض أن التوابل نستعملها بقدر ضئيل التوابل غير كان يعني نكهو بها الأكل كان بنو بها الأكل وهذه التوابل من جملة الأشياء التي تحتوي عليها من غير يعني بعض الفيتوستروجينات وبعض هي بهارات تدخل في مع البهارات وتدخل مع الأشياء لتنكيه الأطباق نعم هي القرفة مثلا الكامون والقرفة والزنجبيل هادو داخلين في اللائحة اللي فيها الكروميوم سبحان الله يعني سبحان الله فهاد خصوص القرفة نعم. لأن هذا هو المشكل ديال الأعشاب مشكل القرفة داخلة مع الأحجاب هي مع نعم. التوابل معنى مع التوابل لأنها تستعمل بقدر ضئيل نعم. في المغاربة كيعملوها مع السفة كيعملوها مع الصفرجيل كيعملوها بعد حتى بعد الحلويات بعد الحلويات الآن المغاربة كانوا كيعملوا قرنفل مع الأسف مقاوش كيعملوا قرنفل وكيعملوا قرفة نعم. والقرنفل احسن من هذا القرنفل احسن من يعني من القرفه والقرنفل كذلك فيه كروميوم نعم. بعد الكروميوم موجود كذلك في يعني في القرنفل فهذه الاشياء الله سبحانه وتعالى يقول فحسبتم وانما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يعني ليس هناك شيء مخلوق عبث فهذه التوابل لها دورها كذلك في التغذيه اذا استعملت بالقدر المعروف المعهود يعني واحد القرصة يعني شيء ضئيل من هذه التوابل توضع في الأكل هي جيدة نعم. هذه ولاحظي أن الأشخاص كيلاحظوا على أن من اللي كيتناولوا القرفة عندهم هذيك الهايبرتنشن يعني هذيك ارتفاع الضغط كينزل شوي سبحان الله نعم وشرط يكون عنده الكيلية تعمل جيد علاش لأن هي الديوريتيك هي تزيل تخرج الماء من الجسم هي القرفة علاش هي فيها بوتاسيوم وفيها حمض سيناميك وحمض سيناميك اقوى من الناس اللي عندهم كيخرج الماء من حمض سيناميك هذا الفلافونويد يعني ماشي حمض سيناميك هو الديهايد سيناميك هو على شكل الديهايد ماشي على شكل الحمض هذه ثم فيها الكروميوم والكروميوم جيد لاصحاب السكري وان المشكل ديال اصحاب السكري لازم يخرج عليه هو السكري باش كيبدا ان الناس شرف الله قدر المستمع الكريم كيبداو يتبولوا بكثره هنا كتقال واحد ريبتير وهذه هنا فين كاين المشكل هذا الريبتير هذه ملي كتوقع اما يخرج الماء بكثره ثم يوقع اجتفاف الشخص كيبقى يشرب ويخرج هنا كيشك الطبيب يشك في السكري هنا يعني من الاعراض الاولى هذا السكري وهذا الكروميوم معدل الكروميوم غادي ان شاء الله ربما حلقه نتكلموا فيها على البوتاسيوم هو البوتاسيوم هو الذي يضبط هذه القضيه ديال توازن ماشي المائي كل شيء الناس كيتكلموا على لا ليست الهيدريك بالانس بل البوتاسيوم المدقق يعني ندقق في الاشياء
هو البوتاسيوم كيتكلف بالأسيدو بازيك بالانس يعني التوازن القاعدي الحامضي. نعم. يعني علاش؟ لأن هذيك داخل الجسم كاين سوائل، هذه السوائل إذا كانت بي اتش، إذا كانت الحموضة ديالها يعني ماشي هي هذيك، غادي يوقع عندنا واحد الأسيدوزيس وغادي يوقع عندنا أشياء خطيرة جدا. ثم على مستوى الكلية ما خاصش الناس يخرجوا الماء بكثرة، ريبتور غادي يضيعوا الكالسيوم. نعم. حتى البوتاسيوم. نعم. وما خاص يكون انحباس ديال الماء، لأن إذا كان انحباس الماء غادي يولي أشياء أخرى. علاش؟ لأن الأعضاء غادي تتضرر، وعليا هو الطبيب مثلا بحال الأشخاص اللي كيعملوا دياليز تصفية الدم كيقوم بواحد الوزن، كيوزن هاد الناس هادو كيعبرهم عاد كيمشي وعندو هذيك مسجلين الداتا، كياخذ هذوك المعطيات وكيشوف هاد الشخص هذا واش الوزن ديالو دائما يعني كميه الماء هي ولا واش يزيدوا حصه ولا ينقصوا ليه حصه. الا الطبيب شاف بان الوزن ديال الشخص بدا كيتحسن، وما يكونوا ثلاثه الحصات ويوليو اثنين، او يكونوا اثنين تولي تبقى حصه يعني على حسب الحاله. دائما مراقب من طرف الطبيب والمردوديه الكليه، لان يعني كاين كليه تعمل ب 40%، كاين كليه تعمل 20%، كاين كليه تعمل 10%، كاين كليه تعمل 0%. الاشخاص اللي مابقاوش نهائيا كيمشيو للمرحاض هادو كيعملوا يا هادو صافي، يعني الكليه 0% ما بقاتش خدام. انما الاشخاص اللي باقي عندهم 30 25 و20 و30 هاد الاشخاص ممكن تحسن الحاله ديالهم وممكن ينقصوا من الحصص، ماشي ما يعملوش دياليز. على حسب الطبيب المراقب لهاد الاشياء، ملي غادي يشوف الشخص بدا كيتحسن غادي ينقص ليه مثلا حصه، الى رجع النظام جيد ورجع يعني لهذا الاكل ديالو جيد. مع الاسف هنا يعني عملنا حلقه على الدياليز على التصفيه. نعم. عملنا حلقه على التصفيه ومع ذلك الناس مازال كيتصلوا، انا كنعمل تصفيه شنو ناكل واش ما يمكنش نعطيو الناس اللائحه، يعني الناس باغينا نعطيهم لائحه يعني تاكل خرشف واللفت وهذه وتحيا، انا ما نعطيوش لائحه، انا الله سبحانه وتعالى وسع علينا علاش غنضيقوا على الناس. اما اصحاب التصفيه غادي يحيدوا الاشياء اللي فيها البروتينات، بالعكس هما اللحوم هي اللي لازم يزولوها، اللحوم الالبان هي اللي خطيره على اصحاب التصفيه. علاش؟ لان كيودي الدم تخين، الدم تخين والكوليسترول كيكون دسم طبعا كيكون دم تخين. وفي نفس الوقت ما خصش يكون ارتفاع الضغط، لا كان ارتفاع الضغط والشخص يصفي هنا كاين مشكل. نعم. هنا كاين مشكل لان غادي يبقى ياخذ الاقراص وفي نفس الوقت يصفي، هذا المشكل. طبعا سؤال اخر يقول السائل، والدته مصابه بداء السكري وارتفاع الضغط، هل طبعا يكون عندها الكروم ناقص لانها تحس دائما بالارهاق والاضطراب؟ نعم اكيد. اذا كيف يعني كيف تعوضه؟ لا شوف بعدا واش الانسولين تعمل جيد، هاد الانسولين اللي كتاخذها واش يعني ملي كتاخذ الانسولين واش السكر مضبوط بالانسولين؟ اذا كان تاخذ انسولين والسكر مضبوط جيد ما عندهاش مشكل، اذا كان تاخذ انسولين والسكر غير مضبوط عندها نقص في الكروم، ماشي غير في الكروم، عندها نقص في الكروم وعندها اشياء اخرى، عندها كوليسترول زائد. فهاد العليين هاد السيده غادي يكون العمر ديالها طبعا متقدم اكيد، لان يعني تيقول والده. نعم. غادي يكون العمر ديالها فوق ال 55 فوق ال 60 ربما. نعم. يعني ولكن عليا هذه هي الاعراض ديال الاشخاص المسنين اللي عندهم هذه. وهذا الكروم كيحفظ الناس من السكري النوع الثاني اللي كيجي للمسنين. نعم. هذا معدل الكروميوم. كاين واحد نبال الاشخاص الناس غادي يسمعوا بحال المهاجرين ديالنا المغاربه. نعم. المهاجرين عليا كلهم في الدول، لا المغاربه ولا والكل عليين. هاد المهاجرين ديالنا في الدول الاوروبيه والدول الامريكيه. نعم. اذا كان العيش ديالهم لازال شويه يطبعه الطابع المغربي، مازال الناس يطبخون في منازلهم اشياء هكذا جيده، ما يعني ليس هناك اي مشكل. نعم. اذا كان هاد المغاربه يكونوا مثلا طلبه ولا عمال ممزوزين ولا الظروف ديالهم قاهره وما يقدروش يطبخوا وياكلوا برا وكذا الى اخره. نعم. هاد الاشخاص هادو يردوا البال لهاد المعدن الكروميوم الى حصل لهم نقص وقدروا يشريوه على جيد. شكل اقراص يعني ممكن. اما عندنا في المغرب الاشخاص كاننا هذا يعني كاين كيتباع، وكاين في الصيدليه الكروميوم كيتباع على شكل اقراص، ولكن معليا ما غاديش يحتاجوه الناس الا كل الناس هذو اللي كيعانيوا من داء السكري كيلاحظوا ان عندهم شي نقص بغاو ياخذوه. اما هو النظام الغذائي كافي جدا، كافي جدا، لكانوا الناس ياكلوا الشعير والذره البلديه، الذره البلديه والشعير والقمح بالنخاله، لان الاملاح المعدنيه توجد في النخاله. نعم. القمح ملي كنغربلوه ما فيهش املاح معدنيه، الاملاح المعدنيه توجد في النخاله ملي كنزولوا النخاله، ولذلك الحيوانات يستفيدون الان اكثر من الانسان. لماذا؟ لان البقر اللي كيعطيوه الناس النخاله
ما كيوقعش ليه مشكل ديال هشاشة العظام ولا البقر ما يقدرش ينوض ولا حاجة. دائما الحيوانات ملي كياكلوا النخالة يكونوا صحاح، يعني الحيوان تيكون صحيح. علاش؟ لأنه كياخد الأملاح المعدنية، يعني النخالة فيها ألياف غذائية وباقي لاصق فيها واحد شوية ديال البروتين، ولكن الأملاح المعدنية والفيتامينات كلها تكون يعني في الغلاف ديال القمح مع الأسف الشديد، تكون في غلاف الرز. المغرب كنقولوا الرز ما كنقولوش الأرز. هذه الرز الكامل والشوفان الخرطان، هذا كنسميه في المغرب الخرطان، والقمح الكامل والشعير والذرة، هذه مصادر الكروميوم الأولى. يعني هذه، ثم هناك أشياء أخرى مثل السمك كما تفضل، توابل السمك ومثل الجوز كذلك، بذور القرعيات مثل السكوم، هذا الأسباراغوس، مثل خضر هذه موسمية الآن، خضر موسمية مثل الحميضة والخبزة والسكوم والأشياء هذه، القرنينة اللي كنا كنسميها هذه باللغة الدارجة القرنينة، وهذه الأشياء هذه الخشاش الأرض الآن وكله في هذه الأملاح المعدنية. لماذا؟ لأن لا يمكن يكون نبات بدون هذه الأملاح، لا يمكن. ما كاينش نبات على وجه الأرض ما فيش حديد، ما كاينش نبات ما فيش مغنيسيوم، لأن المغنيسيوم هو اللي كيعمل مع الفوتوسانتيتيز، ليس هناك نبات ما عندوش مغنيسيوم. المونغانوس هذا طبعا، ثم تتبقى هذه المعادن هذه مثل المولبدينيوم اللي كاين في القطاني، كاين شويه قليل في هذا الخشاش، ولكن الكروميوم هو معدن الزنك يوجد في هذا الخشاش الان اللي كيخرج من الارض مع الاسف، ولكن احنا نزوينا على هذا يعني الطابع المغربي في التغذيه مع الاسف الشديد، وخصوصا المدن الكبرى الان عندنا شباب يقتات تقريبا يعيش بالفاست فود. عندنا الان شباب يعيش بالفاست فود، كاين الناس الان ما شاء الله، وكاين عائلات الان كيعيشوا بنصف المية 50% فاست فود. يعني المراه تكون في العمل والراجل في العمل، يعني ما شاء الله، يعني صعيب الحال، ولكن كيف ما علينا المغرب عندنا الحمد لله، يعني نحن بلد اخضر وعندنا ما ناكل وعندنا منتوجات وعندنا تنويع وعندنا اشياء لا توجد الا في المغرب. فيجب ان نستفيد من هذه الاشياء على الاقل. هناك ايضا سائله تقول قرات في بعض الابحاث ان نسبه الكروم تكون عاليه عند الاطفال حديثي الولاده لكنها ما تلبت ان تتلاشى، لماذا؟ نعم نعم مشغل الكروميوم، نعم. المعادن كلها، الطفل كتكون عنده معادن كلها، يعني تكون حديث الولادة كلها جيدة، عشان ان الله سبحانه وتعالى يحفظه في هذا في هذا في بطن امه، نعم. ومحفوظ يعني ماشي سبحان الله. وان كي ياخذ من الوالدة تكلمنا يعني حديثنا، احنا حديثنا يكون الناس شويه يعاود الحديث، راه ليس كلام هكذا، هذا الكلام يجب ان لا يضيع. نعم ان شاء الله خصو يكون كلام نفاذ ويتكلم. نعم لما تكلمنا على المرأة الحامل وتكلمنا على فترة الوحم، نعم، واحد 3 شهور المرأة كتكون عندها تقيؤ غثيان، ما عندهاش الشهية طبعا، لان عندها تحولات فيزيولوجية داخل الجسم هرمونية، وان الله سبحانه وتعالى سحب لها الشهية لكي لا تأكل. سبحان الله، هذه حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. خصها تشرب ماء بكثرة وتحاول شوية فواكه بحال التمر لا شيء، باش يعني ما يضرهاش راسها، ما تحسش بالم راس، لان الجليسيمي ملي كتهبط الجليسيمي في يعني تركيز السكر في الدم تتحس المراه شويه براسها يحرق. نعم. يعني لازم يعني تاخذ شويه فواكه ثم تشرب ماء بكثره. نعم. حتى شاي يعني حتى سوائل سخونه ماشي مشكل. نعم. ممنوع المشروبات الغازيه مع الاسف، كاين النساء دابا كيبقاو يشربوا في المشروبات الغازيه لان عندهم غثيان، ممنوع على المشروبات الغازيه المراه. علاش؟ لانها تحمل نفسا في بطنها، لان عندها جنين. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني ينزع منها هذا، يسحب لها الشهيه كي لا تاكل. لماذا؟ لكي الله سبحانه وتعالى غادي يرغمها، دير كلينس غادي تغسل الجسم ديالها في هذه اشهر الوحم. سبحان الله. وبعد 3 اشهر الوحم الجنين غادي يبدا ياخذ اشياء نقيه. أكيد. هاد 3 أشهر هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هاد 3 أشهر، أن الله كيسحب الشهية للمرأة باش ما تاكلش، ولكن الناس كيتخلعوا كيبقى ما كالتش 3 أيام وأنا خصني ناكل وعلاش ما كالتش، يبقاو ياخذوا أقراص من الصيدلية باش يجيبوا الشهية، كتشوف الطبيب كل يوم، يعني خاصها تفرح. الواحد تشرب الماء بكثرة، تاكل الفواكه، لان من بعد 3 شهور غادي الاكل ديالها غادي تفتح. وكاين النساء الان اللي كيبقاو ياكلوا في هذه الفتره وكي الهرمونات ديالهم شويه كتختل، ثم كتوقع لهم اوبيزيتي ملي ولدوا، كيتزاد الوزن ديالها. وكاين النساء ما كيرضعوش فعلا، الا بقات المراه تاكل المواد الصناعيه ما ترضعش. اكيد خصها تاكل طبخ المنزل ومواد طبيعيه ملي تحمل. ممنوع المشروبات الغازيه، ممنوع المقليات، الحلويات، طبخ في الالومنيوم، ممنوع الاكل خارج البيت. خاصة تاكل في منزلة وتطبخ في أواني جيدة وتاكل طبخ المنزل، ولا تحتاج حديد ولا تحتاج أي شيء.
هذا فها وتردع ان شاء الله ملي تولد غتردع الطفل. فهذا الجنين نعم الجنين هو هاد 3 شهور ديال الوحم كدير كلينز تغسل الجسم من السموم من المعادن من توكسينات من كل شيء الاشياء التي يتاثر منها الجنين. ثم بعد 3 اشهر يكون الجسم يعني تصفى يعني طهر مزيان فيبدا هذا عبر الماشينه يبدا هذا الجنين ياخذ اشياء نقيه لان الجسم تنقى كياخذ جميع المعادن جميع ملي كيتزاد الطفل كيتزاد ايمينيزي لا يقربه جرثوم ولكن ليس هناك بحث على هذه القضيه ديال الوحم. علاش؟ لان غادي نعملوا تحليلات الدم ونشوفوا الانزيمات ونشوفوا المؤشرات كلها اللي كاينه في الدم غادي يكون بحث ثقيل بحث ثقيل غادي يكون هذه. علاش؟ لان اولا سيكولوجيا هذه سيكولوجية المرأة تتغير فيزيولوجية المرأة تبدأ كلها في التغيير كل فيزيولوجيا المرأة تبدأ في التغيير. ثم عاد نشوفوا حالة طبيعية للمرأة مناعتها وامتصاصها وحياتها كيف تكون. نعم صحيح أن الجنين يزداد بأشياء باهظة ولكن تتلاشى كتبقى تضيع. نعم كيتزاد. نعم. علاش؟ لأنه خلقه الله في أحسن تقويم. نعم. وهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يصورنا في الأرحام كيف يشاء يعني هذه هذا خلق الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل في أي علوم ولا أي شيء. نعم. فقط نتبع النوامس الكونية. نعم. باش نرعى هذا هذا الجنين في بطن أمه ثم نرعاه لما يزداد إن شاء الله إن شاء الله وحتى يصير عليه حتى يصير إنسان إن شاء الله أكيد.